الأصل أن المسلم يتطهر يتوضأ في بيته. أصل همشين كمسلمان وترى باك وصاف بكا جاء وتلوغا. يعني لا يؤخر الوضوء والطهارة إلى المسجد. الأفضل والأولى أن يخرج من الصلاة من بيته جاهزا للصلاة. أصل همشين كي مردون تأخير مكاني وترى باش مجيجي وزوا بلكين داز نمازا وتلوغا بجيب وترى طيار بكا نم بيتي مسجدا. يمشي إلى المسجد أو يركب. يا بيادغا كيتي مسجدني مغا يا سوار بيت كيتي المشي افضل وبيادغا اياك افضل تر شرط لكن يمشي في سكينه يعني لا تلمسد وهو يجري بلكي اگر كيتي با ارام وما سكون بما بيتي ما كي بتحسب ميتي او مشمر يكون مثلا يا دستي اسنك لانش تكن تبيداك اي ورد هم نبي او يرفع الصوت مثلا في الهاتف يتكلم او يكثر الالتفات يا آواز تيز غب جنان ان بيداك موبايل توكا غوشي توكا بعد اي ورد هم مكا ادب للمسجد قبل ان يأتي الى المسجد بلكي ادب مسجد واسطة همشي كي تو في مسجد بيدا ساريا بيداك شيت بيش تو ادب احترام بوما بيائي فكيف اذا دخل الى المسجد ورتمو وقتك اد مسجد توك داخل بي بعد شرط مدب احترامه بي بيت اذا وصل الى المسجد وقتك سربود مسجد كرا يجعل الدنيا خارج المسجد لا يدخل بالدنيا الى المسجد بلكن دنيا يا مسجد توك ان ياري كو هرچك دنيا حساب كتابا تزين توك خارج بك مسجد داخل بي لا بيع ولا شراء في المسجد نا زورا بخريد فروختي البحث عن المفقودات عن الاشياء الضائعه هما تيزك غار بتلا عن بطلوت واسطة مسجد ميت حديث عن السياسة الحديث عن الدنيا عن البيع عن الشراء وقاب بتران سياسة بارها يا دنيا هر تيزك ساد وسامان بها وخريد فروخت بارا إيش هم بنت مسجد دامي لا بكنت بيه يقدم الرجل اليمنى عند الدخول راستين بادا مسجد وتر داخل بساريا راستين بادا يربكان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ساريا رسول الله صلى الله عليه وسلم درود بواني يسأل الله سبحانه وتعالى من رحمته كي الله رب العالمين الله الرحمة دعاء يلوتيك الله مسأل رحمة عند الخروج يقدم الرجل اليسرى وقتك تي مسجد در كيتم ورچپين بعد ساريا دركا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ودرود بواني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله من فضله وكي الله رب العالمين اي فضل سوالك والله أعلم.